الصيف والشتاء، الحر والبرد، السموم والأمطار عندهم سواء. في كل فصل للعراقيين فصل ساخن من التظاهرات، وشعارهم الثابت لا تراجع حتى إسقاط النظام. وابل من المطر ووابل من الرصاص والقنابل الدخانية الممنوعة دولياً يستهدف تجمعات المتظاهرين في بغداد، لكنهم مصرون على إغلاق الطرق وتصعيد حركة العصيان المدني. هاي دماء شهيد، بارحة اعتقلوا دكتورة، عالم منا انتحرت، محاصرة وقتل المتظاهرين، والله العظيم لو ما مطر كان منا حصرونا ومناك حصرونا، بالنزلة مات الجسر، كفيلك الله. هاي هنا مطاطية، ضربت بطانية، يعني والله العظيم ورمي متعمد وقص علينا، هذا احنا طالعين طرق الإعلام ودعتك، وإذا نريد نرجعهم بالحجارة. هاي اسلحتنا، ما عندنا شيء، احنا باقيين سلمية وما نروح، نبقى نتظاهر يومية وما نموت، نموت 10 نموت 100 طافلين على القضية. مسعفوهم منهم، يرافقونهم أينما حلوا كجزء من نضالهم وتضحيتهم في سبيل استمرار وإنجاح الثورة. أطباء متظاهرون على أهبة الاستعداد لإسعاف جرحى التظاهرات ومداواتهم. احنا هنا فرق طبيه، قسم يعني يتواجدون بالمفارز، وقسم هنا اسعافات اوليه، يعني يسعفون لاي واحد اليوقع، واحنا ما نروح، هنا الدنيا جايه تمطر وبرد، ما نروح 24 ساعه وخلي تسمعنا الحكومه، ما نروح وباقيين هنا وللموت وما نروح ابد. كلنا في المحنه سواء، وتخليص الوطني واجب على جميع العراقيين. هذا هو نداء المتظاهرين لاستنهاض همم الاقليه الصامته التي تباطأت أو ترددت في الالتحاق بركب المتظاهرين. فإحنا هذول الشباب اللي بالبيت النايمين، المحد يطلع يقول موظفين وطلاب، خلي يطلعون المظاهرات، عشان إحنا معراقين، هم معراقين، خلي يطلعون. معظم المحافظات باتت تشبه بغداد في الانتقال إلى المرحلة الثانية من مسار الثورة، وهي العصيان المدني الذي يعد من أنجع الطرق السلمية ضد النظام الفاسد وأحزابه وميليشياته.